نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بدكتورنا العزيز دكتور احمد ثابت ولغه الارقام. اهلا وسهلا ازيك يا دكتور، منورنا. لا نور حضرتك، اهلا وسهلا بحضرتك، واكيد شرف ليا التواجد مع الكوكبه دي كابتن محمد وكابتن علاء. منور بيك يا دكتور. يخليك يا دكتور، ربنا يخليك. طبعا يمكن هنبدا بتشكيل الوداد النهارده. يمكن بيلعبوا زي ما قلنا قبل كده ان هم بيلعبوا 4-1-4-1. في حراسه المرمى احمد رضا التجناوتي، في حراسه النهارده المفاجاه شويه في قلبين الدفاع عندهم، يحيى جبران اللي هو كنا بنقول ان هو بيلعب ارتكاز دفاعي في وسط الملعب، النهارده بادئ مساك وجنبه ابراهيم نجم الدين. ابراهيم نجم الدين برده بقاله فتره ما بيلعبش، يحيى جبران كان بيلعب مساك، فدي اعتقد هتعمل لخبطه، بالتاكيد اول مره يلعبوا جنب بعض اصلا، فهتعمل لهم لخبطه اكيد في حته في الدفاع. فاكيد ان ممكن يكون موسوماني بادئ بالخطه الهجوميه دي عشان يفاجئهم ويحاول يخطف في المباراه يعني، ونحاول ان شاء الله ان احنا نكسب يعني او نرجع بنتيجه ايجابيه. عبد اللطيف نصير زي ما هو في الباك اليمين، يحيى عطيه الله ظهير ايسر. المفاجاه الثانيه وجود ابراهيم النقاش، ده 38 سنه اكبرهم، بقاله فتره برده ما بيلعبش، وحطه كنوع من الخبره في التامين الدفاعي قدام الاثنين المساكين، ده برده بقاله فتره وسنه كبير، اكيد معدل البدني بتاعه بدنيا مش كبير يعني. الحته دي المشكله العمق الدفاع هيبقى فيه مشكله واضحه النهارده في الفريق الوداد، ان شاء الله نقدر ان احنا نستغلها يعني. ان شاء الله. اللي قدام وليد الكارتي وايمن الحسوني، اثنين صناع العاب، وناحيه الشمال اسماعيل الحداد وبديع اوك. برضو التغييره يعني هو عامل تغييره في خط الدفاع وتغييره في الارتكاز وتغييره في المهاجم. راس الحربه النهارده ليفواري جونيور بيبدا مكان كازادي كاسونجو. كازادي كاسونجو اللي كان المهاجم الاساسي في البطوله كلها، جونيور ده اول مباراه بيبداها في البطوله، لعب مرتين كبديل. جونيور يمكن كازادي عليه انتقادات شويه في المغرب في الفتره الاخيره، وممكن يكون عشان راجع من مباراه قدام المغرب والكونغو كانت يوم الاربعاء، ففضل ان هو حته جونيور عشان برضو السرعات، واكيد هو اتفرج على النادي الاهلي وعرف نوعا ما ان في بعض يمكن يكون في هو شاف ان في نقاط ضعف في خط الدفاع، فحاول ان هو جونيور حطه كنوع من السرعات ان هو يقدر يستغلها، خاصه ان جونيور مسجل في المباراه الاخيره قدام الفتح الرباطي مع الوداد المغربي. وده امكانياته الجسمانيه كويسه؟ لا كازادي اقوى، ده اسرع، ده عنده السرعات اكتر. أيوة. كازادي اقوى واطول وضربات الراس، ده اسرع وعلى الارض اكتر، بيلعب على الارض، التاني بيلعب على الهواء اكتر. تمام. يمكن اول حاجه برضو معانا رقميا النادي الاهلي النهارده ديت رقم 16 بيوصل لنص النهائي، هو صاحب الرقم القياسي في الوصول لنص النهائي، ان شاء الله لو وصلنا نهائي هنبقى هنعزز رقمنا القياسي في النهائي، هنبقى 13 مره، حصلنا على اللقب 8 مرات. الوداد النهارده المره السادسه وصل للنهائي 4 مرات، حصل على اللقب مرتين. يمكن هنتكلم على بعض التفاصيل الصغيره اللي ممكن تصنع الفارق، طبعا بالاضافه طبعا لكلام الكباتن هم اوفوا يعني واتكلموا على كل حاجه في المباراه. التفاصيل الصغيره اللي هي ممكن تاثر شويه في نتيجه الماتش، اول حاجه معانا الاجنحه. النهارده الفرقتين اللي هيبقى الجناحين بتاعهم هيدافعوا بشكل كويس، وفي نفس الوقت الكره الدفاع وبعدين هجوم، الدفاع وبعدين مرحله التحول من الدفاع للهجوم، وبعدين الهجوم وبعد كده مرحله التحول من الهجوم للدفاع. وبالتالي الأجنحة بتاعته هتدافع بشكل كويس، أعتقد أنه هو هيصنع الفارق، ده مهم جدا. ليه؟ لأن خطورة الوداد في الأطراف، في بديع أوك والحداد. أول مقارنة معانا في بنستعرض بعض الأرقام في المقارنات ما بين بديع أوك وحسين الشحات، هنلاقي أن يمكن المقارنة طبعا بديع أوك لعب 9 مشاركات، حسين الشحات ده في دوري أبطال أفريقيا، الاثنين نفس الأرقام على مستوى التهديف وعلى مستوى الصناعة. على مستوى صناعة الفرص الاثنين برضو متقاربين. على مستوى معدل المحاولات هنبص نلاقي طبعا بديع اوكو هو اكتر لاعب صانع فرص في فريق الوداد، واكتر لاعب عامل محاولات على المرمى في الفرقتين، لاعب خطير جدا اللي هو دايما بيبقى معلق ورا معلول، ده مهم جدا. النهارده هو ما بيدافعش، حتى ارقامه الدفاعيه التاكلينج الصحيح بتاعه 4 من 10، التدخلات الدفاعيه بتاعته 4 من 10، يعني ده ثابت قدام على طول، ثابت قدام على طول. فده هنا يعني نوع مغامره موسيماني شويه ان هو بيهاجم، وهل ممكن نشوف ان هو مش مدي مثلا تعليمات لمعلول ان هو ما يزيدش كتير، ده اللي هنشوفه يعني، لان يعني الدور الدفاعي بتاعه ضعيف جدا مقارنه بالشحات اعلى بكتير، لكن على المستوى الهجومي هو ارقامه عاليه قوي، يعني على المستوى الهجومي هو يعتبر اعلى من اجنحه الوداد والاهلي كمان، على مستوى التهديف وعلى مستوى الصناعه وعلى مستوى المحاولات هو الاعلى، لكن على الدور الدفاعي هو اقل جناح في المقارنات اللي هنستعرضها. على الشحات طبعا ارقامه الدفاعيه كويسه جدا، وزي ما قلنا الجناح الاجنحه اللي هتدافع بشكل كويس هي اللي هتصنع الفارق، مهم جدا في دوري ابطال افريقيا في المباريات دي ان الاجنحه تدافع، زي ما كان كابتن محمد بيقول ان هو في البطوله كان بيدي تعليمات مثلا الشريف عبد الفضيل ان هو ما يزيدش، ده مهم جدا، ممكن تلعب 4-2-3-1 ولكن
تخلي الاجنحه ترجع وتدافع، دي حاجه مهمه جدا. لو بصينا على الصوره اللي بعد كده، الخريطه الحراريه تاكيدا لكلام حضرتك ان هو دايما بيبقى زايد وما بيرجعش. بص حضرتك ده في الحاله الهجوميه بتاعتهم، بص حضرتك دي التحركات بتاعته اللي هي الحمراء دي اكتر اماكن بيقف فيه، ده ما بينزلش ملعبه خالص. بنتكلم على بديع اوك، ما بينزلش خالص، وبالتالي الحته دي اللي ورا علي معلول محتاجه مين اللي هيساعد، يعني الكباتن لو حد مين اللي هيقدر يساعد اللي هو في 4-2-3-1. دي اول نقطه، دي نقطه كنا بنتكلم فيها من بدري قوي. من شهر. مشكله مش بديع بس، المشكله في اللي بيجي من تحت. يعني عبد اللطيف نصير ده اكيد الدكتور هيكمل فيها، مش عايزين ندخله في شغله، بس هو عبد اللطيف نصير ده برده بيزيد كتير جدا. بيزيد وبيعمل الكروس من اي حته في الملعب. فالحته دي كلها، دي التحركات الحمراء دي دليل ان اللاعب بيبقى دايما في التلت الاخير من الملعب في ظهر علي معلول. دي خريطه بتاكد تحركات بديع اوك. هنبص بقى على المقارنه اللي بعد كده، الحداد واجاي الناحيه الثانيه، جونيور اجاي واسماعيل الحداد. اسماعيل الحداد يعتبر احسن جناح بيدافع في الوداد. بص ارقامه الدفاعيه هتلاقيها اعلى من لعيبه الاهلي ولاعيبه الوداد. التاكلنج الصحيح بتاعه 1.8، دول اهم رقمين. يعني احنا بنركز على الارقام المهمه اللي هي التدخل، التاكلنج صحيح والتدخلات الدفاعيه بيعدي الواحد، مع انه تقريبا مش صغير، 30 سنه. هو 28 او 30. 30. فطبعا مش صغير، بس هو ارقامه الدفاعيه عنده خبره، وعنده كمان رقم مميز، هو اكتر لاعب في البطوله عامل مراوغات ناجحه. لعيب مهاري قوي، بيقف على كورته بشكل كويس وبيحولهم من الدفاع للهجوم بشكل كويس، وهو عنده مستين، رقم واحد التهديف، وصل لسبع اهداف في الدوري السنه دي، والحاجه الثانيه التحركات القطريه بتاعته اللي هي ما بين محمد هاني وما بين ياسر ابراهيم، لازم ما يكونش فيه سرحان. مظبوط. في التحركات القطريه لما بديع اوك دايما اللعبه بتاعتهم، بديع اوك بيبقى ناحيه اليمين في ظهر معلول. مزبوط. بيعمل العرضيه، اسماعيل الحداد بيقطع للعمق، ده مهم جدا النهارده يكون الدفاع صاحي للحاجات دي كلها. ارقام جونيور اجاي طبعا احرز اهداف، يمكن الاجنحه كلها في الفرقتين مش معديه الهدفين، ودي ارقام برده مش جيده بصراحه في الفرقتين، لازم الجناح يجيب اهداف اكتر من كده. يعني احراز اهداف للاثنين سواء اجاي سواء الشحات سواء الحداد او اوك، دي ارقام مش عاليه قوي. صناعه الاهداف، وصنع هدف واحد بس، صناعته للفرص 6/10، معدل المحاولات على المرمى 1.5، اجاي اعلى. العرضيات اسماعيل الحداد بيعمل 1، المراوغات الناجحه يعتبر اجاي من احسن اللعيبه في المراوغات في النادي الاهلي 1.5. طبعا الحداد مهاري جدا 3.5. التاكلنج صحيح، الدور الدفاعي عند اجاي مش وحش، والحداد طبعا عالي جدا في الدور الدفاعي. هنبص برده على الخريطه الحراريه بتاعت الحداد، زي ما قلنا الخريطه الحراريه بتاعت اوك، هنبص على ادي الخريطه الحراريه بتاعت اسماعيل الحداد، هنلاقي ان هو يعني برده بيدافع بشكل كويس وما بيتقدمش قوي زي التاني، يعني هو بيرفع بيبقى في الحته دي اكتر، يعني هو ما بيزيدش قوي لزياده الخط لاخر الخط، عكس بديع اوك اللي بيبقى هنا اكتر، عشان بيدخل لجوه اكتر. بيدخل لجوه اكتر. هي دي الفكره، ان هو بيعمل كتر كده وبديع اوك بيديله العرضيه. هو بيدخل جوه لما يكون في عرضيات من ناحيه بديع، لما في عرض. هو كمان بقى مميز بحته العاب الراس، العاب الهواء، هو زمان ما كانش عنده الميزه دي، في الموسم ده بقى متطور قوي في الحته دي. يبقى دي اول نقطه معانا اللي هي الاجنحه. النقطه الثانيه يعني بعض التفاصيل الصغيره اللي هي زي الضربات الركنيه. نقطة ضعف الوداد المغربي الضربات الركنية، ده اللي لاحظناه في الإحصائية بتاعت ان هم ازاي استقبلوا 6 أهداف مع جاموندي المدرب الأرجنتيني في آخر 8 مباريات، استقبلوا 3 أهداف من 6، يعني 50% من أهدافهم من ضربات ركنية. لو استعرضنا الهدف بتاع الضربة الركنية هنلاقي ان هو مفيش رقابة. بص حضرتك، لا الهدف اللي بعد ده، الهدف اللي بعد ده 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 دي كوره بتاكد تحرك اسماعيل الحداد اللي هي في التحركات ده، بديع اوك طبعا بيحضر، ده كزاري، لكن طبعا الثاني اللي مش هيبدا النهارده هيبدا جباجبو عشان حته السرعات. ده معناه ان هو يلعب، ممكن يلعب زون، ممكن يلعب زون، هو حاطط سرعات ممكن يلعب زون ما يلعبش، هو ما بيضغطش عالي خالص. ما انا بقول لك هو بس بيبقوا شويه بيبقوا يعني الكارتيو والحسوني شويه بيبقوا قدام نص ملعب شويه يعني ورا المهاجم على طول. اعتقد لو في مهاجم سريع ممكن يرجع شويه 10 متر كمان ولا حاجه نص ملعب. دي التحركات بتاعت اسماعيل الحداد. لو استعرضنا الفيديو اللي بعده هنبص بقى على نقاط، ابرز نقطه ضعف عندهم الضربات الركنيه. لازم ده الهدف اهو، بص حضرتك التحرك بتاع اسماعيل الحداد اللي هو بيقطع ما بين ياسر ابراهيم ومحمد هاني، ده الضربه الركنيه. بص الرقابه وبص احمد رضا التكناوتي حارس المرمى بتاعهم، دي نقطه ضعف واضحه عندهم بسهوله قوي الضربات الركنيه. النهارده لازم نستغل التفاصيل دي، لازم يكون في تكتيك في التمرين على الضربه الركنيه، يخلص لك ماتش وترجع ب1-0. طبعا دي حاجه مهمه جدا الضربات الركنيه، خاصه ان انت بتلاعب فريق اصلا في التمركز في الضربات الركنيه ضعيف. فدي نقطه مهمة، وخاصه ان قلبين الدفاع بتوعهم الاساسيين اشرف داري وكمارا مش موجودين. ايوه. فالنهارده برده ممكن يكون وجود مروان محسن عشان ضربات الراس، مروان عنده ميزه ضربات الراس، مروان النهارده لازم يستغل الفرصه دي، تلعب على 2 مساكين مش بنفس القوه دي، لازم ان انت تقدر تيجي تسجل، ولازم تبقى ان شاء الله
تثبت يعني نفسه في مباراه زي ديت. وهم كمان اعتقد داخل فيهم 28 جول يمكن معظمهم من القلب. من القلب فعلا، ومن الاطراف، من الكرات العرضيه ومن الضربات الركنيه. دي نقطه مهمه جدا. النقطه اللي بعد كده لو جبنا برده تشكيل الوداد، نقطه يعني لو الكباتن برده يتكلموا معانا فيها، اللي هي معركه ده برده الاحصائيه اللي بتقول ان هم 3 اهداف من 6 ضربات ركنيه. ماشي. النقطه المهمه جدا يعني 50% ارجع كده يا استاذ سمير، الكره الثابته ما بيقفش حد على القوايم خالص. لا لا انا بتكلم على 50% 50% من ضربات ركنيه، 3 اهداف من 6 من 6. في نقطه مهمه برضو عايز اخد راي حضراتكم فيها، اعرض التشكيل كده يا استاذ سمير. هنبص ان هو النهارده بيلعب بابراهيم النقاش كارتكاز واحد. هل موسيماني بادئ ب 4-2-3-1 عشان يخلي مثلا، انا بشوف ان موسيماني مثلا بيتحضر اللعب بيخلي الاجنحه بتاعته تنزل تستقبل الكره في العمق هنا دايما. فهل هم هينزلوا يستقبلوا الكره في العمق، فهو عايز يستغل الفجوه الموجوده في وسط الملعب، المساحات الموجوده في وسط الملعب. ابراهيم النقاش بيلعب لوحده. أيوة. ومفيش حد بيدافعه، وسنه كبير كمان، وسنه كبير. وبالتالي انت عندك فرصه كويسه جدا النهارده ان اجاي ينزل يستلم من العمق، والناحيه الثانيه حسين الشحات ينزل يستلم، الحته دي فاضيه كلها. فممكن يكون وقفشه، يعني هو عايز يشغل النقاش بقفشه، وده زي ما قال الكابتن علاء الاستحواذ مهم جدا في الحته دي. طبعا والمساحه الموجوده في وسط النهارده اللي هيسيطر على وسط الملعب ويستغل المساحات الموجوده دي حاجه تفصيله صغيره مهمه جدا بتفرق، خاصه ان هم بيلعبوا بابراهيم النقاش. فانت ممكن يكون موسيماني ما رضاش يبدا بال4-3 ويلعب نوع من الارتكاز الدفاعي، هلعب بطريقتي والعب بالاستحواذ واستغل المساحات دي، لان المساحات دي اللي هتفرق النهارده في المباراه. يعني حسين الشحات لو في حالته وجونيور اجاي لو بيستلم وبيدخله وبيطلعه معلول، دي هتبقى حاجه مهمه جدا. بس النهارده تحفظ في خروج معلول، المساحه اللي هتبقى وراه. صح. دي حاجه مهمه جدا. ولو الاثنين دخلوا جوه الملعب الادوار الدفاعيه هتبقى عند مين؟ لو جونيور وحسين دخلوا جوه الملعب بيشتغلوا على طول جوه الملعب في الارتداد الدفاعي بقى هيبقى اليو ديانج. ايوه اليو ديانج بس، اليو ديانج والسوليه بس، وبتتكلم في 4، هيبقوا على 4 لعيبه، وكمان ممكن يبقى عليهم كمان الاطراف. الاجنحه ممكن تدخل جوه الملعب، يعني اسماعيل حداد بيدخل جوه الملعب، والاثنين الباكين يحيى عطيه الله وعبد اللطيف نصير هيبقوا زياده. معنى كده انت هيبقى عليك زياده في نص الملعب. طبعا هيبقى في زياده وبالتاكيد، بس هو ممكن يكون ده نوع من الاستحواذ، يعني عايز افرض شخصيتي انا النادي الاهلي عايز استغل الغيابات. ممكن يكون الراجل شاف كده ان هو في غيابات موجوده عندهم، عايز اضغط عليهم وعايز ارجع بالمكسب. وده برضه نوع من المغامره، وفكره مدرب ان هو فكره هجومي، عايز استحوذ اكتر، عايز استغل المساحات دي. واكيد هو لعبهم كتير وعارف ان في فجوات كتير يعني في وسط الملعب، وخاصه حته يعني النهارده لازم مروان يثبت نفسه في ظل الغيابات الموجوده. ويحيى جبران ده رقم 8 اصلا، بيلعب 8 اصلا. رقم 8 يعني زي السوليه اصلا، ما بيلعبش مكانه ده اصلا، مش مكان اصلا، مش لعيب خالص، مش لعيب 8 اصلا، مش 6 كمان يعني، مش 6 مظبوط. الحاجه الثانيه برضه زي ما قلنا برضه التفاصيل اللي هتفرق، الغيابات في خط الدفاع، العمق الدفاع بتاعه النهارده هيبقى كويس. النادي الاهلي في الفتره الاخيره بيدخل فيه في دوري ابطال افريقيا في المباريات الكبيره تحديدا، تلاقي فيه اهداف دايما في العمق، دايما تلاقي عرضيه كده في العمق من مثلا من ورا ايمن اشرف، او دي المهم جدا ان انت تستغلها يعني تقفلها النهارده. عكس الوداد برضو، الوداد عندهم مشكله في العمق، وبالتالي اللي العمق الدفاعي بتاعه هيبقى كويس هيقدر يساعد فريقه ان هو يخرج بنتيجه ايجابيه. الحاجه اللي بعد كده استغلال الفرص، زي في المباريات ديت لازم اللعيبه على فكره النادي الاهلي مضيع 10 فرص في البطوله حتى الان، من اكتر الانديه، تاني اكتر نادي مضيع فرص في دوري ابطال افريقيا. صح. الوداد مضيع 8. لازم اكتر لعيب مضيع في النادي الاهلي جونيور اجاي مضيع 3 فرص، اكتر لعيب مضيع في الوداد بديع اوك مضيع 3 فرص. لازم النهارده نستغل الفرص قدر الامكان. برضو في نقطه بعد كده معانا، اللي اعصابه هاديه دي حاجه مهمه جدا، ما ينفعش اشغل نفسي بالحكم، حكم حلو الحكم وحش، لا لازم اللي اعصابه هاديه اللي هيسيطر اول ربع ساعه ويستحوذ على كورته، دي اعتقد ان هي هتفرق بشكل كويس جدا. دي نقطه مهمه. لو في اسئله عند الكباتن، اي اسئله على الارض. انت موافق على اسلوب اللعب اللي احنا هنلعبه النهارده بالتشكيل ده باللاعبين؟ هو بالنسبه يعني التشكيل يعتبر نوعا ما، انا كنت افضل 3 ارتكاز طبعا، واحمد فتحي في اليمين اكتر عشان اسماعيل الحداد. بس هو ممكن يكون تشكيله نوع من الهجومي، انا النادي الاهلي عايز افرض اسلوبي، والراجل عارف ان في غيابات عندهم كتير، فعايز ده تشكيل بيقول ان انا عايز ارجع بالمكسب، عايز اكسب مش عايز اتعادل كمان، انا ده تشكيل بيقول ان انا عايز ارجع بالمكسب. مظبوط. فهي نوع من المغامره، هل المغامره دي ان شاء الله تنجح وان شاء الله نرجع بالمكسب؟ ان شاء الله. وممكن يكون قفشه ليه دور دفاعي النهارده جامد. طبعا قفشه ممكن يرجع كارتكاز ثالث معاهم، وهي في طريقه موسيماني بيبقى 4 في الحاله الدفاعيه، 4-4-1-1. مظبوط. بيبقى بيضغط المهاجم وبيضغط قفشه من تحت، وبيبقى في 2 ارتكاز. هو موسيماني بصراحه في الحاله الدفاعيه بيبقى في التزام واضح جدا، سواء مع اجاييه او مع حسين الشحات. النهارده دور اجاييه
اجايه لو ملتزم مع معلول في الحاله الدفاعيه هيفرق كتير قوي. وحاله ديانج، حاله ديانج طبعا بالذات في وسط الملعب ده كساحه الالغام بتاعتنا، لو في حالتها هتفرق كتير جدا، خاصة ان هو بيزيد قدام وبيجيب اهداف. بدا في ماتش بيراميدز عمل ماتش عالمي وبدا يزيد وحاول وجاب ضربه جزاء تفرق، وصنع فرصه للشحات برضو، تحركات حسين الشحات في الحاله الهجوميه في ظهر يحيى عطيه الله هتفرق كتير جدا، دي حاجه مهمه جدا. في اسئله؟ طيب من وجهه نظرك يا دكتور بالنسبه للارقام دي، هل من متابعتك للوداد هل في حاجه بتتغير الشوط الثاني في ادائهم عن الشوط الاول؟ هم لا، هم يعني بيلعبوا ضغط في وسط الملعب في اغلب المباريات بتاعتهم، ضغط في وسط الملعب، بيحضروا في جبهه وبيعملوا تمرير طولي للحداد من بدايه المباراه، من بدايه المباراه بيحضروا في جبهه عند عبد اللطيف نصير، والمساك اليمين بيعمل تمرير اللي مثلا بينزل ابراهيم النقاش او برضو يحيى جبران، النهارده وجوده ورا هيبقى اهم واحد في بناء الهجمه من ورا، لان هو لعيب كورته حلوه اصلا، كورته كويسه، فهو الوحيد فيهم اللي كورته حلوه ورا، فهو كل الهجمات هتبقى من يحيى جبران، فلو مروان بيضغط عليه ويمنع ان هو يحضر الهجمه دي هتفرق كتير جدا. دايما بيعتمدوا على التمرير الطول لاسماعيل الحداد، دي حاجه. الحاجه الثانيه طبعا هم بيلعبوا زي ما قلت لحضرتك بديع اوب بيخترق، عبد اللطيف نصير على فكره مميز جدا دفاعيا، عبد اللطيف نصير يعني هو مقارب لاحمد فتحي وعنده خبرات والروح بتاعته عاليه، عكس مثلا يحيى عطيه الله هجومي اكتر من عبد اللطيف نصير. يحيى عطيه الله بيلعب ضربات ثابته مميز بالتسديدات، ولكن حسين الشحات مهم جدا ان هو يستغل صغرة. المساحات اللي وراه ثغره مهمه جدا، مهم جدا حسين طبعا. الشحات يستغل المساحات اللي وراه ومحمد هاني برضو، لو لما احنا بادئين النهارده محمد هاني بيمر بحاله كويسه في الفتره الاخيره، نتمنى ان هو يستمر على الحاله اللي ماشي بيها في الفتره الاخيره، سواء على لما لعب قلب دفاع او وجوده كباك يمين يقدر يستغل المساحات اللي وراه يحيى عطيه الله، دي حاجه مهمه جدا. اخر نقطه معانا حراسه المرمى. حراسه المرمى اعتقد ان الحارس بتاعه هيبقى فايق او هيبقى في حالته هتفرق كتير جدا. احمد رضا التكناوتي حارس الوداد المغربي نقطه ضعفه الكرات الارضيه، التسديدات حل، واحنا شايفين ان مع موسيماني التسديدات من بره كترت في الفتره الاخيره، مهم قوي حل من الحلول. احمد رضا التكناوتي نقطه ضعفه التسديدات من بره، والكرات العرضيه في الضربات الركنيه شايفين ان هو يعني ضعيف فيها. يمكن الاثنين لعبوا 10 مشاركات شباك نظيفه، الشناوي عنده 5 مباريات من 10 بنسبه 50% من الماتشات اللي لعبها، الثاني 30% طبعا الشناوي اعلى، استقبلت شباكه اهداف الشناوي 5 بس، التجناوتي 8، معدل الانقاذات في الماتش الواحد 2.6 عند الشناوي، 2.4 عند التجناوتي، يعني الشناوي اعلى في كل حاجه حتى نسبه النجاح في التصديات، 81% لمحمد الشناوي مقابل 73% لاحمد رضا التكناوتي. فالشناوي ان شاء الله ان شاء الله لو في حالته هيريحنا كتير في الكرات العرضيه، ويا رب يا رب يكون في حالته يعني باذن الله. كل توفيق للنادي الاهلي ان شاء الله، ونشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد. شكرا وشرف ليا التواجد مع حضراتكم، بالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. شكرا يا دكتور. شكرا دكتور. شكرا.